بتوجيه من جلالة الملك المفدى وسعيا للإسراع بتوفير الدعم والمساندة لجمهورية الهند الصديقة، وذلك لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الأمطار والفيضانات في ولاية كيرلا الهندية. أمر جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية أن تكون المؤسسة الجهة المسؤولة عن تحضير وإرسال المواد الإغاثية وتقديم العون والمساعدة للشعب الهندي. وبناء على التوجيهات الملكية، أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة توجيهاته إلى الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة لتقديم كافة الدعم للشعب الهندي، وخصوصا التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتنسيق المستمر مع سفارة الهند في مملكة البحرين والجالية الهندية من كيرلا. من جانبه قال الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد إنه تم البدء بعملية المساعدة من خلال القيام بالعديد من الاتصالات المستمرة مع الجهات المسؤولة لتنفيذ هذه التوجيهات السامية، وذلك انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مملكة البحرين مع مختلف شعوب العالم، وتأكيدا على العلاقات الطيبة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند. بدوره ثمن سفير جمهورية الهند هذه المبادرة الإنسانية من مملكة البحرين، موجها شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة.